وطقوا فينا ذخيرة والله 100 مليون، يا ما تنجح. ده النجاح الوحيد، وإلا بحصل لكم حاجتين. لو ما حصل لكم حرب أهلية، بحصل لكم إنه الجنجويد وباقي الحركات المتسلقاتية وباقي الكيزان بيحكمونكم، ولو حكموكم بيكون أكاب من حكم الكيزان قسما بالله سلاسة. الله على ما أقول شهيد، وأنا بموت وتذكروا كلامي ده. لازم يا جماعة التضحيات دي فيه، هم مش قاعدين يقتلوا الناس، نحن برضو ما ندوسوا ندوسهم نوديهم. الناس اللي قتلوهم في القيادة العامة وجدوهم في النيل ده، حسي في زول اشتغل بهم ولا المجتمع الدولي جاب لهم حقهم؟ 300,000 ما في دارفور، في زول اشتغل بهم ويمكن أكثر من كده الإحصائيات. في زول جاب حقهم ولا في زول اشتغل بهم ولا في زول قال لهم إنكم في راسكم؟ ما في. شنو 130 ضابط ولا 150 ولا 200 نفر؟ إن شاء الله 500 يلحقوا 300,000 اللي ماتوا في دارفور. الموضوع انتهى. الجيش بينهاش ليكم، سيقار الضباط والهدرسونات والرقباء وهل بينهاشوا ليكم؟ لو ما ينهاش ليك الجيش في دولة بتاعت جنجويت ورباط، ودولة بتاعت لقط، ودولة بتاعت مجرمين، ودولة بتاعت أحزاب متسلقاتية على صدور الشعب السوداني، ودولة بتاعت ما حقاتل أصفهم ذات، ما بتنجح صورة زي دي، ما بتنجح. أجحد الصورة أنت عارف، فضل اعتصام بتاع القيادة العامة عشان يقود يتلولوا زي ده. حسميني وجبرين يجي يقول لك أن إحنا ما يسمونه فلول، أن إحنا ما يقول لنا كده، وأن إحنا قلنا كده. مين قال أنا؟ قال لو ما أنا أمس قدت الناس ما تحرشهم على الدم والقتال وكده كان الخرطوم. يا بابا أنت بتتكلم، أنت مفروض تقفل قدومك وتقفل بخانتك دي، أنت ما تتكلم انت منو ذاته زي. انا والله مستغرب ذاته دول ما مستهي يعني مني ما يعني انا مستغرب. ها تتكلم مع منو انت؟ انت مفروض ما تتكلم، انت مفروض تقفل ابخانتك يا مني قسما بالله. اسمعوا الكلام ده كويس، اسمعوا الكلام ده. اتضاع الرايد ده حرقته، حرقوا الكلام، حرقوا انه ندي همتي طلقة همتي ده قتل كم نفر؟ شنو يعني همتي لو مات؟ تمتي موت وعبد الرحيم واخوانه معه والكيزان وحلم مجر من اللجنه الامنيه بتاع البشير يمشوا الاخره زي ما ودوا لنا حنا قتلوا لنا حنا. نحن ما بنعترف بمحكمه جنايه دوليه ولا زفت الطين، حقنا ده ناخذ بيدوران على بس. كلام فاضي، كلام سرق. ناس تعمل لنا شير يا جماعه بقدر ما تقدر، لانه بعد شويه انا بفتح الدعاوي والرايد ده طبعا ينحرق لما قلنا لنا ندق لك تمتي الليله. شوف انا بفتح الدعاوي ونلخص المواضيع دي، والمهم اللي جار المقاومة دارين تعملوا بكلامي، ما دارين تعملوا بكلامي على كيفكم. دارين تطلعوا 521 اكتوبر تاني 31 501 على كيفكم. عجبت رجالكم انتم يا حوذي الحسي، همتي نط في ظهر الثورة، حركات المتسلقاتية نط في ظهر الثورة، لا لا كمية من الأرزقين قدهم قروش نط في ظهر الثورة، الكيزان ما داري يتحاكموا قاعدين في ظهر الثورة. أه. يتحلوها كيف؟ أي واحد يجي يقول لك لا لا والله أن إحنا بندافع عن حق المواطن ولازم ودارين نوصل للانتخابات. جبرين انتخابات توصل أنت؟ أقسم بالله العظيم الزول اللي بصوت لك ده والله إلا زول وهم زيك أنت، يا أراني أنت بري. كورس نتين الكورس عمره ما بنضف. طيب حرقني الكلام ده، حرقك الكلام طوالي تجي خاشي الله كويس. شوف ده طاهر حجر، سوداني نعم مستمسكونا الحرية والتغيير، مستمسكون أيضا بالوثيقة الدستورية في دارفور. نحن نهنئ جميعا بهذا الموقف البطولي الشجاع، ونعتقد أن هذا الموقف يسجله التاريخ لها جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا معكم بارحة ولكن رأينا أن نأتي إليكم مرة أخرى لنؤكد لكم أننا نقف معكم موقفا.
الأواطلية والكيزان كروشهم كبيرة شداقينهم كمية بتاع الشلاطين وميتي أبو أهلهم هناك طالي ولا شغال هوي يا نازين هوي يا راجين سلام عليكم ولا شغالين بيكم ولا يندون لكم حاجة بملك كروش كروش وقروش تعرف كروش وقروش عمارات رباط فارهة كونك انت من ابناء الشمال تجي دير تجي تطعم في جبريل بنطفي رقبتك تجي تقول له فلول بقول لك انت ذاتك فلول تجي تقول له انت متسلقات يقول لك البشير ده متسلقات 30 سنه انا دير اكون متسلقات زي البشير ده 30 سنه اوعى قفل قدومك بنط لك كده تنط قرص من اظهره كده بقول لك غضايا النازحين واللاجئين شفت المتسلقات كميه من اللقط ما تقدر له جبرينه مني ده بس خليه لي انا ده بنجمه لك نجام والله لما لكن انت دور من الشمال دير تجي تتكلم معه طالب ونط لك في رقبتك لكن انا بنجمه لك واحد واحد ما في زول يقدر يفتح بوزه معايا كلاب يقدروا ما تقدر يا اخي الناس ديل الناس ديل على فكره اول حاجه نفسهم ما يحمون مش يحمونا نحن في دارفور نفسهم دليل قريب ده الجنجويد ضربهم هميتي بجيشه ضربهم لك في اتجاه كولجي عمل لهم كمين ليهم قال لي رباطهم المصفح ما قدر يشيلوها من الجنجويد جنجويد تعبير للدعم السريع ملوا سكاكين فاتوا قعدوا جنب الدامرة بعيد من الدامرة مع الشارع عمل لهم كمين ضربهم شالوا رباطهم جروه جنب الدامرة يعني نظام كورنو كده بخيمة عليك الله لو الحركات المسلحة دوروا في الخيمة دي زخيرة كان بفضل فيها نفاخ النار ولا شفت سيسي وكان ما بيكون هذا يا أخي الناس دي الموضوع ده طبطبوا وقالوا يا أخي نحن لو عملنا أي كلاش الموضوع ده بالطرشخ أخير نحن نمشي نخم القروش دي نكبها في جيبنا أي ظلم محافظ على مكانته يحل الحكومة عبد الله حمدوك يكون موجود أي ذول وزير المالية يكون قاعد في وزارة ماليته جبريل ومني يكون رئيس الإقليم وإنه نصيب الأسد هنا في المحل ده يعني كمية بتاعت حرجلة ولغط انتو دايرين تنسيق مع سقارة الضباط وضباط صف وجنود تشيلوا بندقيتهم دي صفوا النازل جوه هناك بيك أضباشي مهم مع السلامة موضوع انتهى كده انتهينا من الأحزاب الكرتونية رؤساهم بيجروا والله الواحد والله لو وليه خش إريتري ولا أسوبيا ولا مصر يكون كويس بقوا مارجين موضوع انتهى ما عملتوا كده والله العظيم مليون سنة مليون سنة تبوت تحت الحضيض والناس الفاتوا برا اسمع الكلام ده كويس الحص حالفهم فاتوا برا بعينه إنه السودان ده حصل فيه شنو في ناس طبعا ما حمون مع السودان قاعدين برا ما عندهم شغلة ما عندهم أي قضية مع السودان ده لكن برضو بعينه مين كسب بعينه السودان ده حصل فيه شنو استغر بقولوا الحمد لله على السلامة ما استغر والله ده مش بشيل جنسية أولاده بشيلوا جنسية وهو ذاته بموت هنا وداني ما برجع السودان انت التعبان انت المشلحة انت بيتك بالطين انت بيتك بالقش انت ما قادر تاكل انت بس عندك بنطلونين وقميصين انت المحلفت انت المشلحة انت قاعد في الارض ده مش هلحق الليله الطريق بتاعت ليبيا قفل اخوانكم جو ليبيا هنا ضربوهم هالصفات المفوضيه والله ولا حل لهم اي مشكله والاتحاد الاوروبي قال انا ما ادري اي مهاجرين وايطاليا وفرنسا ايطاليا وفرنسا والمانيا وبريطانيا دفعت قروش اديل عشان يوقفوا الناس لهيميتي الاتحاد الاوروبي دفع له قروش وقف الناس من الصحراء والناس اللي وصلوا ليبيا الليله كلهم سجنوهم سجن وضرب وقتل تحديد للناس الجايين ثاني عشان ما يجوا وما في جيه على فكره ما بيجيبوه ما نادر القاعدين في ليبيا جد ما بيجيبوه نهائي الطريق مقفول نهائي واكثر دوله مشدده في الكلام بتاع المهاجرين ده فرنسا لانه قال فرنسا الناس كلهم بيجوا بيلفوا في الاتحاد الاوروبي في النهايه بيجوا بيركزوا في فرنسا فقال هوي انا كلام زي ده ما بينفع معي وايطاليا دي رفضت اديل وقفوا في سفينه كان جوا البحر 2018 اسمها السفينه بتاعت اكواريوس أكواريوس دي إيطاليا قال ودين وعمال لو يموت في البحر ما ينزل في أرضي إلا يستقبلهم أسبانيا ما موجود اللجوء زي زمان داك وقف حبة
حبه كده قمه قمتين وبمشوا مالطه وبتعب وبجنوم وبتهان وبيزل وبيتين ابو اهله بيطلع ديل الحصح عرفوا يقعدوا ساعه سنه حتى يتهربوا يجي ايطاليا والناس الفاشه باسبانيا برضه في سيلي واهانات وزله وسجون. الموضوع ده انتهى تموت في بلدك بس ما في اي حل ما في اي حل. خد تعليق بالنظيفه كده اطلع من الموضوع ده خالص. ناس عندهم قروش وعندهم بيوت باعوا بيوتهم وقاعدين يعملوا فيزات سنجل يسافروا يجروا. الان الجنجويد السيطرة على البلد يا خاص ما امسك البلوك ده يا اخي امسك البلوك ده دقيقه تعالني راجع ثاني تعالني راجع لو ابوك راجل تعالني ثاني الصفحه دي اني بلكك نقطع فيك بلوك لما تتكيف. ناس عملوا لنا ملصقات يا جماعه عملوا لنا ملصقات ايوه. طيب يا جماعه خير الكلام ما دل وقال له انا بفتح الدعاوي يا جماعه هيا انا بفتح الدعاوي عبر الواتساب وعبر الصفحه الرئيسيه بفتح عبر الواتساب وعبر الصفحه الرئيسيه فاتحه الليله الصفحه مفتوحه الليله الصفحه فاتحه اي دول قاعد معانا في اللايف داير يتكلم يضيف لنا حاجه ها يخش يطلع من اللايف يخش من جديد ويكتب لنا دعوه عشان الكاميرا تظهر هنا هيا يا جماعة عشان نبدأ. أنا عينت كده كمية من المتسلقاتية والمجرمين وعندهم هجة على فكرة المتسلقاتية رؤساء الحركات المتسلقاتية عندهم الهجة يقول لك اسمع لا 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 إقصاء لإقصاء إحنا برضو أقصونا هاي أنتوا دارين تحكموا براكم لا لا والله ما هجة هو كلامهم صحيح لكن بس هم لكنها هجة طبعا ها يعني الدولة بتاعنا الدولة المركزية شفنا الصفوية الجهوية العنصرية دي هم خلاص دخلوا فيها فرتقوها كمية بتاع الجنجويد وكمية بتاع حركات متسلقاتية وتسالوا بقول لك الحجة حقتنا بيشيلوها نحن دايرين نفكك الدولة دي هم برضه بقول لك لا 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 الدولة دي لازم تفكك ونحن حركات مسلحة قاتلنا 20 سنة وعندنا الحق ودايرين نجيب قضايا النازحين واللاجئين هتقول لهم شنو؟ طيب لا لا الدعوة ما ظهرت تطلع من اللايف والله ده داير دور حريف تطلع من اللايف وتخش تاني من جديد حتى ان الكاميرا تظهر هنا كده كاميرتك ما بتظهر انا حوريك هسي هنا الزول الدير دعوة يا جماعة الدعوة الليلة فتحت ما في زول داير دعوة؟ طيب طيب الناس الكاتبين هنا دعاوي شايف؟ عينوا هنا الناس الكاتبين دعاوي هنا يا جماعة الناس الكاتبين دعاوي شايفين الدعاوي يا جماعة؟ الناس الكاتبين دعاوي فالدعوة تعمل كده كده تطلع كده طلعت تخلي اللايف شغال طوال ترجع في اللايف كده شفتوا كلامي شفتها تطلع من اللايف كده كده اللايف طلعت منه طوال بدك تدقه كده تجي راجع فوق تكتب دعوة دعوة طيب ما في ما موجود ما عندكم كاميرات يا جماعة اتعلموا وعلمونا معاكم كمان اطلع من اللايف واكتب دعوه اطلع من اللايف